السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشيء المرعب الذي وجد في القبو إلى الفتاة التي حصل لها شيء مخيف، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة وغامضة صورت الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. الفيديو المخيف التالي نشره شاب على حسابه في تيك توك وقد صوره مؤخرا في دولة سلفادور. يقول الشاب بأنه كان في هذه الليلة هو ومجموعة من أصدقائه في مهرجان موسيقي بسلفادور، وبينما كان يصور العدد الهائل من الناس الحاضرين للحفلة، وعند مرور شاحنتين التقطت الكاميرا بالصدفة شيئا لم ينتبه إليه أحد، فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. عند إعادة الفيديو بالعرض البطيئة يمكنكم ملاحظة ظهور شاب هكذا فجأة من بين الشاحنتين. عند تدقيق النظر جيدا يمكن ملاحظة بأن المسافة بين الشاحنتين كانت ضيقة جدا، ولا يمكن لشخص كيفما كان أن يقف في ذلك المكان الضيق، لكن رغم ذلك ظهر هذا الشاب فجأة بطريقة غامضة وغريبة بين الشاحنتين وخرج ببطء وبهدوء. بعد نشر هذا الفيديو الغريب انتشرت العديد من النظريات والتفسيرات، لكن أغلب التعليقات تقول بأن ذلك الشاب لم يكن ببشر عادي، وبأن ما حصل غير طبيعي وله علاقة بالجن والخوارق، فما رأيكم؟ سمع صوتا غريبا في قبو المنزل فنزل لاستكشاف الأمر، لكن ما حصل كان مرعبا. هذا الفيديو المخيف نشره رجل يقول بأنه بدأ مؤخرا يسمع أصواتا غريبة في قبو المنزل ولم يتمكن من معرفة مصدرها، وفي هذا اليوم سمع مرة ثانية ذلك الصوت، لكن هذه المرة كان قويا جدا، وقد كان متأكدا بأن لا أحد موجود في القبو، لذلك قرر البدء في تصوير ما يحصل والنزول للقبو، لكن ما حصل كان مرعبا تقشعر له الأبدان، فلنشاهد التسجيل.
Mike. What are you doing there? Who are you? I got you good. Oh, yes, you did. Oh, you got my heart good. أحس الرجل بالخوف عندما رأى فجأة ابنته الصغيرة خلفها، والتي من الواضح بأنها كانت تحاول أن تمزح معها. لكن المرعب حقا هو عندما صعد الرجل ورميت نحوه تلك الكرة من تلقاء نفسها بشكل مخيف. يعتقد الرجل بأن هذا القبو في منزله أصبح مسكونا، لكن العديد من الناس نصحوا الرجل في التعليقات بالتخلص على الفور من الدمى الموجودة في المنزل، لأن الدمى الكثيرة قد تجلب الجن. فما رأيكم؟ الفيديو التالي صورته كاميرا مراقبة داخل إحدى الشركات. في التسجيل يظهر موظف تأخر في العمل وبقي لوحده حتى الليلة. في الأول كان كل شيء يمر بشكل عادي، لكن عندما توقف الموظف عن العمل وحمل الهاتف فجأة حصل شيء مرعب. فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. عندما وضع الشاب الحاسوب وحمل الهاتف فجأة قامت قوة خفية بسحب الهاتف من يد الشاب ورمته فوق المكتب بشكل مخيف. وفي هذه اللحظة قفز الشاب من مكانه من شدة الخوف وهرب. عند تدقيق النظر جيدا يمكن ملاحظة ظهور ظل اقترب من يد الشاب في اللحظة التي رمي فيها الهاتف. إذن ما تفسيركم لما ظهر؟ في وقت متأخر من الليل استيقظ رجل من النوم على صوت غريب وقوي في مدخل منزلها، فذهب لاستكشاف الأمر لكن لم يجد أي أحد. وعندما قام بمراجعة ما صورته كاميرا المراقبة وجد شيئا غامضا ومخيفا، وهذا هو التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. فجأة مر أمام المنزل بسرعة مخلوق أبيض شفاف. كان ذلك المخلوق يشبه شكله أرجل بشر يجري، ويعتقد بأن ما ظهر غير طبيعي وله علاقة بالجن والخوارق، وبأنه كان السبب في تلك الأصوات التي أيقظت الرجل. فما رأيكم؟
الفيديو التالي صورته كاميرا مراقبة داخل محل خاص ببيع ملابس ولوازم الأطفال. فبينما كانت فتاة تعمل في المتجر في الليل لوحدها تماما وكانت تستعد لإغلاق المحل والمغادرة، فجأة حصل شيء مرعب. فجأة أحست الفتاة بشيء ما لمسها من الخلف وسحب شعرها واستدارت بسرعة، لكن لا يوجد أي أحد وقد كانت مرعوبة تماما. عند تدقيق النظر جيدا في شعرها فمن خلال الطريقة التي تحرك بها يمكن ملاحظة وكأنه قد تم سحبه من طرف قوة خفية. يقال بأن ما حصل غير طبيعي وله علاقة بالجن والخوارق، ويعتقد بأن هذا المحل مسكون، فما رأيكم؟